بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أعرب جلالته فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى سموه وأسرة آل الصباح الكرام مشيدا جلالته بمناقب الفقيد واسهاماته في خدمه دوله الكويت سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه والاسره الكريمه جميل الصبر وحسن العزاء